السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. الأوقاف، وزارة الأوقاف تصرف 10,000 جنيه لأسرة كل متوفي طبعا في حادث قطار سوهاج. ربنا يرحم كل من توفى ويصبر أهليهم ويشفي كل مريض ويصبر أهليهم ويصبرنا احنا كمان يا رب. و5,000 للمصاب بحادث قطار. طبعا الناس افتكرت ان هم ده المبلغ بس اللي هيدفع ال10,000 و5,000، لا، الوزاره كمان، دي وزاره الاوقاف، وزاره التضامن هتدفع 100,000 لكل متوفي و75,000 لكل مصاب باعاقه و50,000 لكل مصاب تقريبا. وكمان الازهر الشريف هي في 50,000 لكل متوفي و25,000 كل مصاب. طبعا ملايين الدنيا، ملايين الدنيا مش هتعوض حاجة، بس ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم يا رب. السلام.